أكيد كما قلت عبد الحميد زوبو بكل التجربة التي اكتسبها في ميادين كرة القدم أكيد لم يرد أن يغادر دون أن نستفيد من خبرته لذلك أكيد كان خير مربي. لا بأس حسام أن ننقل تصريح وزير الشباب والرياضة. فرلو الجزائر الكرة الجزائرية تفقد يعني قامة من قامتها، نتمنى إن شاء الله أنه الأجيال الحالية تكون في مستوى التضحيات اللي قدموها الأجيال السابقة ونرفع راية البلاد إن شاء الله ونعزيو أنفسنا ونعزيو أهله في هذا المصاب الجلل إن شاء الله. بارك الله فيك، كانت هذه كلمة معالي وزير الشباب والرياضة الذي أكد على أن الجزائر اليوم تفقد واحد من أبنائها البررة كما كنا نقول حسن. طبعا تعازينا الخاصة والخالصة لعائلة الفقيد ونعزي أنفسنا أيضا في هذا المصاب الجلل عبد الحميد زوبا، إذن يغادر ويوارى الثرى في هذه الأثناء. محمد